فرقت اخوات ياما وقعت شنبات ياما كبرت فعيان ياما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر الفاضي من كتر ما اتحط علينا جربنا حظنا بيدينا ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي زينة بالعون بصاصة وإيه يعني؟ إحنا متجوزين ولا أنت نسيت؟ طريقة دي تنفع في مصر ما تنفعش هنا أنا بقى عايزة الدنيا كلها تشوفني كده وأنا متعلقة في دراعك أنا بحب كده وبعدين عندي رغبة مكبوتة وعايزة تطلع الله لو رغبة مكبوتة تطلع ما أقدرش أقول أي حاجة عرفت إنك خدت العربية وطلعت بره البلد رحت الواحد بتعامل معاه تقيل قوي مروان هو انا هبقى تقيلة عليك لو قلت لك ان انا عايز اعرف انت بتعمل ايه دلوقتي يعني عايز اعرف عنك كل حاجه دلوقتي يا زينب لا مش دلوقتي حالا يعني وبعدين معاكي ما قلنا العيون بصاصه انت عارف انا بفكر في ايه بتفكري في ايه يا زينب قولي عايز اشتغل لا 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 انسي حكايه الشغل دي خالص ليه كده بس انا ما اقدرش ابعد عنك عاوزك على طول قدام عيني يا سلام طب يا ريتني بقى كنت قلت كده من الاول خالص يعني ما عايزاش الشغل لا شغل ايه وكلام فاضي ايه انا بس كنت عايزه اسمع منك كلمتين حلوين تتجلى علي يا زينب ارفع ايدك كده حاضر قول ورايا اقول ايه اقسم بالله العظيم
أقسم بالله العظيم أنا ما هخلي حد يعكنن علي أبدا، وهعمل ودن من طين والتانية من عجين. أقسم بالله العظيم أنا ما أحب حد غيرك في الدنيا دي كلها يا زينب. تعالي يا زينب، تعالي يا زينب. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ جثة نادية جاية بكرة يا مروان. الله يرحمها. أنا عايزة أعمل لها عزا. بيت أبوها موجود. لو عاوزة تعملي عزا اعملي اللي أنت عايزاه، بس بعيد عن هنا. إيه البرود اللي أنت بتتكلم بيه ده؟ ما خلاص يا ماما قالك اعملي اللي انت عايزاه. اخلص انت، انا بكلمه هو. حاضر، هعمل العزاء هناك. سيبك من نادية وخلينا في كبرية. الله، وبعدين بقى بتحدفك دي؟ اخلصي. انا رحت عند كبرية وحسن مد ايده عليا وطردني قدام الناس كلها. الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. انا رحت اطمن على رتال وأقول لها هدي اللعب شوية عشان الدنيا تمشي. ما انتي برضو ما كانش ينفع تروحي كده منك لنفسك، كنت قولي لمروان الأول. نعم يا رحمك، ليه في بق البزازة كل خطوة خطيها أخد إذن من حد؟ أنا رحت أطمن على أختك قبل ما جبرية تقتلها واستلم جثتها من المشرعة. مروان، جبرية خلاص يا حبيبي، مخها فوت، طلبت من المحامي يجيب لها ورثها، وحسن ماشي في ديلها وفي ركبها. جبروت كبرية مش هتستريح غير لما تاخد روح كل واحد فينا. وبكرة تقول كريمة قالت أنا هو وإنت هو. ما تبصيش كده. ولا كأنك سمعت أي حاجة. كيف يعني؟ أو زي ما بقولك كده، أوزن أنت الأمور وشوف الصح وعمله، مالكش دعوة بأي حد. ومن الآخر كده كل واحد في البيت ده لما يلاقي إن اللي بيعمله ملوش تأثير هيزهق ويتهد. قومي قومي. مش عارف والله يا زينب الواحد يعمل إيه. ما تشغلش بالك. جيبها منين ولا منين؟ ماما، ايه ده؟ ازاي يا حسن تخش عليا الاوضه من غير ما تخبط؟ ما يصحش كده. انت قاعده هنا بتعمل ايه؟ انا بكلمك يا اخي، هتكون بتعمل ايه قاعده معايا؟ عايزه تروح عند جبريه عشان تمسكها وتحدفها من الشباك؟ قومي روحي شوفي ولدك، مش خدامين عندك. عايز توديني لامك واختك عشان يعملوا فيها اللي هم عايزينه، مش كده؟ لا يا حسن، انا مش هروح. لو عايزني هناك افضل معايا وانا ما عنديش مانع. انا فاضيلك اياك، اسيب اللي ورايا واجي اقعد جارك. وراك ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ماشي، ما عنديش مانع، بس عرفني عشان ابقى راضيه ومستحمله. انما انا بصراحه ما اعرفش عنك اي حاجه، ولا اعرف انت بتروح فين ولا بتيجي منين. طب يلا قوم. يلا معايا. يلا اوعى سيبها. يلا تعالي. سيباتي سيباتي. عايز اسمع اسمك. تعالي سيباتي. بعد عني يا بنت يا ابني. هتنزل الاوضه لا يا اللي انت بتعمل ده؟ من زين بقولك؟ تعالي احنا تعالي. شفت يا مروان؟ شفت؟ عايز يموتني. شفت يا عبد الله؟ حسن عايز يموتني. شفت يا عبد الحكيم؟ حسن عايز يموتني. يا حسن اوعي يا بنتي. يا حسن استنى كتير. يا حسن طيب يا مروان مش هتعالي حسن. عايز اقعد مع حد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمع الكلام. بقول لك ايه؟ مالكش صالح باللي بيحصل. دي مرت ان شاء الله تفنها وهي صاحيه. ايه؟ انت فيك ايه؟ انا عايز افهم ايه اللي في راسك. عمال تدافع عن كريمه وبناتها ولام امك وطاردها عشان خاطرهم. ايه؟ زعلان على كريمه ومش زعلان على امك؟ تجنس ملتك ايه؟
أمي كلامها صح. كريمة كلت بعجلك حلاوة. الجوازة الجديدة لوحدك. إيه الهك اللي أنت بتقوله ده؟ أنا اللي بعك. أنا اللي سايب أمي تقعد لحال هي وأختك. إحنا عندنا بيت كبير عريض وهي ليها فيه. دي أمك. هي اللي تقول مين اللي يمشي ومين اللي يقعد. عشان إيه يا مروان كل ده؟ عشان نطلع من البيت وتقعد فيه لحالك أنت والهوانم؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا حسن؟ اللي بقوله هو الصح. أنت مش زعلان على أمك، أنت زعلان على كريمة. تعال يا حسن، تعال تعال معي. خش. حاسس بيا وباللي جوايا، لو حاسس باخوك يا حسن كنت هتعرف ان ليه مش عايز اروح لامك. ليه يا كبير؟ يا اللي تعرف الواجب والاصول وما تفوتكش العيبه. ان اكلي بيقولي لحد دلوقتي امك هي اللي قتلت فريده. شايلة الواد اللي كنت بتمناه، قتلت الحلم اللي كنت بحلم بيه ليل ونهار. انت مش حاسس باللي جوايا، حاسس بالنار اللي جايده في قلبي. من قال لك انها عملت كده؟ محدش قال لي، محدش قال لي يا حسن. انت اللي عايز تصدق نفسك، عايز تشوفها شطان عشان ترضي كريمة ومرتك. اقعد يا حسن، اقعد. عارف انا عندي كام سنه؟ كتير كتير قوي. قلبي كان مات وعقلي كان بيقول لي خلاص مالكش نصيب تشوف عيل من صلبك يحبك ويخاف عليك ويحمل اسمك. أنا كنت خلاص رضيت باللي جه اسمه ربنا. كنت دواهم حلم وهصحى منه بكرة. لكن لما شفت الفرحة في عين أبوك بقيت كل يوم قبل ما أنام أقف قدام المراية وأقول أنا صاحي ولا نايم، أنا في علم ولا في حلم. لكن لما فريدة ماتت مت وراها مش قادر اسمع ان امك عملت كده. عايز تعرف انا ليه مش عايز اقول لها تعالي؟ ليه يا مروان؟ مش عايز اشوفها، مش قادر اصدق انها عملت كده. التحقيقات قالت ان مش هي اللي قتلت، ولا قالت ان في غيرها. لازم تصدقها لما تقول لك لا. لازم. انا كنت بصدقها في كل حاجه، عمري ما كدبتها. تقصد انك مصدق كل حاجه اتقالت؟ تجنيت؟ افهم يا حسن. سيبك من الكلام الخايب ده، امك ترجع البيت واللي هي عايزاه اعمله لها. مش وقته. لا وقته، والنهارده قبل بكره، والساعه دي قبل الساعه اللي جايه. ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ غباوه بغباوه. امك ترجع البيت وانت اللي تطلع من هنا. انت تعرف انها جابت محامي عشان تاخد حقها؟ عايز افرج علينا البلد. ايوه قول كده. بيقول انك مش عايز تديها فلوسها وورثها من ابوي. ما لو قلت لك ان انا كمان عايز فلوسي هتعمل ايه؟ سكت ليه؟ امشي يا حسن، امشي من قدامي.
مالكش عندي حاجة، وأمك ملهاش حق عندي، وأختك شمس طول ما ماشية بدين أمك ملهاش حق عندي. بيجي كده؟ مش أمك قالت إن مروان مات؟ يعني معدهاش غير واد واحد بس هو أنت يا حسن، وأنا موت وشبعت موت ودود كني. قول لأمك تنسى إنها خلفت واد اسمه مروان، وأنت كمان لازم تنسى ليك أخ اسمه مروان. يعني إيه؟ يعني اللي هيسمع الكلام ويقول حاضر ونعم هشيله فوق راسي، اللي مش هيسمع الكلام مات وشبع موت. انت بتتحداني يا مروان؟ انا ما بتحداش حد مروان، مش عايز اسمع حد. انتوا ايه؟ فاكرني ايه؟ جبن؟ خايف لا يحصل لها حاجة، واحنا مش ناقصين مصايب. يحصل ايه يا عمتي؟ يحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ انت فين لحد دلوقتي؟ اسم الواد يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين؟ كنت في المجام. مجام مين يا بنت الكلب؟ سيبها يا حسن، حرام عليك. ايه؟ ماشيين على حل شعركم، كل واحدة ماشية ملهاش رابط، مش عارف احكمكم يا ولاد الكلب. في ايه؟ انا عملت ايه؟ تطلع ليه من غير ما تقولي؟ مالكيش راجل؟ بتصل بيك ما بتردش. استني لما ارجع. كنت هموت، روحي كانت هتطلع، سايبني هنا لكريمة وبناتها. يا دي كريمة، كريمة الله يلعن كريمة واليوم اللي دخلت فيه البيت. استغفر الله العظيم. فوت قدامي. انا فين يا حسن؟ خدها مطرح ما انا قاعد، هروح اقعد عند امي. لا عايزين اسيبها لك. ايه؟ مش خايفه عليها من كريمه وخايفه من جبريه؟ يا حبيبي ما تكبرش الامور اكتر من كده. انا اللي بكبرها يا عمتي؟ انا اللي بكبرها؟ طب قسما بالله مروان ما هيشوف يوم عدل في حياته طول ما فيا النفس. خد الواد. بسم الله الرحمن الرحيم. فوتي قدامي، قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. رحمتك يا رب. شفتي يا كريمه؟ شفت اللي اتعمل في بنتك؟ اسمعي بقى اللي هقوله لك كويس قوي. مش انا كنت ضد ان انت تروحي مع حسن؟ دلوقتي بقول لك انزلي روحي لحسن. اروح لحسن؟ نهار اسود ومنيل. ده انا لو رحت لحسن هيموتني دلوقتي. انت غلطانه. هتروحي تقولي له يا حسن انا اتخانقت مع امي وجيت لك برجلي اهو. قلت ما ينفعش ابقى في حته وانت في حته، الحته اللي فيها جوزي هقعد فيها، مع اني يعني مش متفقه انا وجبريه، بس انت على قلبي زي العسل. ايه اللي في دماغك يا كريم؟ انا مش عارفاه. اقول لك، حسن خد مفيده وراح يقعده عند جبريه، ومفيده دي عامله زي الحيه، هتفضل تلف حوالين رقبته، تلف تلف وتبخ سمها في ودانه، وهيبقى على قلب جبرية زي العسل. عارفة ليه؟ عشان تغيظك وتركبها عليكي وتقهرك. حسن لما يعرف ان انت اتخانقتي مع كريمة كراميلا ماما حبيبة القلب، هيقول دي بعت امها عشاني. خلاص انا هشيلها في عينيا، برضو دي بنت عمي وام ابني. فهمت الدرس ولا اقول كمان؟ لا فهمت يا كريمه.
عندك حق. انا اروح البس واروح له. يلا. زينب مش عايز اسمع ولا كلمة. طيب اسمع مني. انا قلت كل اللي عندي مش هرجع فيه. انت صح والله العظيم انت صح، بس الطريقة هي اللي غلط. الطريقة دي هي اللي تنفع معاهم. انت مش فاهم بس الفكرة. انت اللي مش فاهم بقى. هي احساسك لما تسمعي خبر موتك وانت عايشة، هي احساسك لما يكون اللي عملك ده امك المفروض تضحي بنفسها علشانك. الأم زي ما بيقولوا لو ولادها طلبوا قلب عشان ياكلوه هتعمل ايه وهي مبسوطة؟ بس انت عارف ان جبرية عنادية؟ يلي قتلت ولدي. الكلام الفارغ ده؟ مش كلام فارغ، اقسم بالله ما كلام فارغ. فتحي شافها. فتحي لا كداب. فتحي لو ما كانش متأكد من اللي بيقوله ما كانش جه ولا كلمني. هو عارف ان انا هدوس على قلبي عشان خاطر امي، ما باتش ليلة واحدة في الحبس، وكمان عشان الفضايح والجرس. طب هنفرض فعلا ان ده حصل، حسن ماله بقى بالليله دي كلها؟ انت كنت قاسي عليه جدا، وبعدين هو عنده حق على فكره. ما عندوش حق. انت عارف امي عايزه ايه؟ عارفه ايه اللي بيدور في دماغ امي؟ حاجه واحده بس، ان مروان يموت وهو حي، لما الناس تشوفه تتصعب عليه، ان حسن يركب ولدلد رجليه ويبقى هو الكبير، عشان تقول اللي يطلع من تحت عباية جبريه يصغر يبقى حشرة الناس تدوس عليها. أنا عارف هي بتفكر كيف، لكن أنا مش هخلي حد أبدا يكسرني، حتى لو كان الحد ده أمي. ماشي يا مروان. هي زينب، زينب صدقي كان عندك حق في كل اللي قلتيه. يما مروان مات بالنسبه لي انا كمان. قال لي مالكش حاجه انت وامك، قال لي اننا متنا بالنسبه له زي ما هو مات بالنسبه لك. قال لي هو يا انت يما وكريم كنت حموتها. يا ريتك موتها وريحتني. روحها كانت هتطلع في يدي. غلطت فيكي ما استحملتش، انما هو عادي كانك مش امه. روان خلاص بجولت كريمه. هما احنا مش هنسيب اللي لينا. اذا كان المحامي راح له عشان ياخد لك حقك وقال له لا، احنا هناخده غصب عنه. وأقول لك مالكش حاجة. أيوة. طب إيه قولك؟ هو اللي مالوش كشاية وحيطلع من البيت مع الحريم اللي واخدينه مداسة في رجليهم، وهتشوف. أنت يا بت جرب. عايز تقعدي هنا ولا تعودي ليهم؟ ولا ليا أقول أيوة ولا لا؟ أنا مطرح ما تحطيني هقعد إن شاء الله تحطيني في عين الفرن حتى. وماله والله فكرة حلو، أولى بيك الفرن في ليلة ولو إن خسارة فيكي هتبقي مرت الكبير. أنا لما أقول هتبقى الكبير هتبقى الكبير. يلا خد مرتك واطلع. لو مروان انا هقتله. لا روح انت وهملني معاه. استني يا امه. بتقل اللي جابك؟ هو
هو انت فاكر ان انا ممكن اتخلى عنك؟ تبقى ما تعرفش ريت البيت حبك قد ايه. انا زعلانه منك وزعلانه كمان انك سبتني، لكن اسيبك يا حسن لا. انا مفيش حد في الدنيا بقي لي غيرك. وامك واخواتك مش باجيلك؟ لا، حسن هو اللي بقي لي. ابو ابني محدش هيربي الواد ويخاف عليه غيرك، ومحدش برضه هيحبني ويخاف عليا غيرك. مروان لزينب هي لو اختي فعلا كانت خافت عليا وعلى بيتي، استشوف بيتي بيتهد قدام عينيها بتقف تتفرج. ما تزعلش مني حسن، انا جوايا نار. هو انت فاكر ان سهل انك تتجوز عليا؟ هو انت فاكر ان سهل ان ابقى بدور عليك ومش لاقياك؟ هو انت فاكر ان عقلي ده بيهدى؟ انا عقلي عامل زي الطاحونه اللي عماله تلف على الفاضي والمليان. عمال اقول لنفسي يا ترى فين؟ يا ترى مع مين؟ كيف اصحى من النوم الاقي واحدة تانية؟ لا، واحدة تانية ايه؟ واحدة تالتة بقى. انا هطلع اشوف عبد الله، وحشني قوي. أنا هقول لجابرية على كل حاجة. أنا مش فاهم، أنت إزاي ضامنة الست دي؟ جابرية دي تدوس على عيالها برجليها. تخيل كده، أنا حطها قدام مهدي هتولع. دي مش سهلة، فاهمة؟ مش سهلة. وبعدين لاحظي أنا لسه ماسك العمودية جديد، يعني رجل قدام ورجل ورا. نفسي تطمن بجد، جابرية دي هي اللي هتثبت رجلك في البلد دي. حلو قوي كده، بقى هتولع. ما تولع يا اخي، ما هو ده اللي احنا عاوزينه. على الاقل لما تولع كده مروان ده هيبقى رماد. طيب فريدي بقى في الظروف دي كلها مهدي جالي وطلبك للجواز. حلو، ده يوم المنى. وماله؟ وماله ازاي؟ نفسي تفهم حاجه، مهدي متخيل ان احنا خايفين منه. تخيل بقى كده لما اتجوزه مش هيجي في باله ابدا ان احنا بنخطط لاي حاجه ضده. حلو قوي. وفريدي بقى نصمم. هبقى في بيته واعرف هو ناوي على ايه، ولو مات ان شاء الله بدون مقاطعه هورثه. بس انا مش موافق. مش موافق يا ريم، ولو جه طالبك هقول له مش موافق. تبقى غلطان يا بحر. ارميك بايديا؟ اسلم روحي لمهدي؟ انت فاهم غلط، روحه هتبقى في ايدينا. اسمع بس كلامي، انا هروح لجابريه ها وعزمها على الغدا، عايزك تقعد معاها وما تفارقهاش لحظه، اوكي؟ ازيك؟ في الصبح. وانا مش هقول لك لا، بس انا بقى يعني قلبي مش هيستريح، وهفضل طول النهار والليل بلت واعجن مع نفسي كده.
انت حرة في نفسك. طب ساعة واحدة بس، مش هتخسر حاجة. أنا معاك هنا في بيت أمك، بعيد عن البيت الكبير، يعني ملك إيديك. حلوة يا مفيدة، حلوة زي حلاوة عروسة المولد. الناس تتفرج عليها، تحبها، تبقى عايزاها بس عشان العيال تلعب بيها، عشان العيال تاكلها، واللي يتبجى منها يترمي ويداس بالمداس. بس أنا هصبر عشان خاطرك أنت يا حلو، يروح القلب من جوه. قمر قمر يا مفيدة قمر. بس قمر هيتلجح وينام لوحده الليلة صح؟ وانا هعمل ايه يعني؟ ولا حاجة، تعمليش حاجة. يلا خلي بنت كريمة تلحس مخه. حسن مش صغير. اقول لك ايه؟ انت عبيطة يا بنت، عبيطة. وانا اللي قلت ان انت حافظاه وهتعرفي كيف تجيبيه ليكي. طب شوف يا قمر، عشان تفضلي عايشة معانا هنا ولا خليكيش تولعي في روحك من مرار الطفح اللي ورد